بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تابع دراستنا في سفر الملوك الثاني الإصحاح 12. النهاردة في مجموعة كبيرة من التعليم في هذا الإصحاح. بعد ما شفنا عمل ربنا في القضاء على عثلية واللي عملته وإزاي أن ربنا استخدم يهويدا أن هو يربي يهوآش جوه الهيكل ويبقى ليه زي مرشد ويتربى في هذا الجو الجميل ويتشبع بكل ما في الهيكل. لكن المشكلة أن الهيكل في الوقت ده كان مهمل نتيجة عبادة البعل اللي عثلية بنت إيزابل امرأة أخاب كانت بتحاول تفرضها على المملكة. فكان الهيكل مفيش أي اهتمام به بعد ما بناه سليمان بقوة وحط فيه حاجات كتيرة جدا جميلة جدا، أصبح الهيكل مهمل. بالعكس ده هم خدوا كمان الحاجات الأواني الذهب والفضة اللي كانت موجودة في الهيكل، وده طبعا كان أدى إلى ضعف كتير في العبادة. لو عايزين نحط عنوان لإصحاح النهاردة هنقول كده اللي قاله بولس الرسول عن الناس، إنهم ابتدأوا بالروح وكملوا بالإيه؟ بالجسد. عدو الخير إخواتي ما يتواناش عن هو يحارب ولاد ربنا، وكل ما يلاقي واحد ماشي في سكة ربنا يبتدي يدور له على أي حاجة، حتى لو تركه قليلا وهو حاسس أنه هو ماشي مع ربنا وحواله كويسة وكل أموره جميلة. عشان كده الآية الجميلة اللي بتقول إن كنت تظن أن أنت قائما فأحرص ألا إيه تسقط، أو نقول كمان الآية الجميلة اللي بتقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني إحنا ما بنؤمنش بحكاية أن أنا خلصت وخلاص وأن أنا إنسان بتاع ربنا وعدت على كده، لكن دايما وأنا ماشي في السكة كده أخلي بالي وأكون محترس جدا، لأن الشيطان ممكن يسيبك لكي تظن في نفسك أن أنت لا تحارب، وبعد كده تلاقي الشيطان جه ابتدى يضربك ضربات جامدة. فالجهاد الروحي أو التوبة عندنا في الكنيسة ملهاش محطة بنقف فيها، هي عمل مستمر. التوبة هي عمل مستمر كل يوم إن الإنسان يدقق. ليه؟ لأن في الآخر تأتي من الثعلب الصغيرة، إن تلاقي حاجة صغيرة كده وابتدت تبعدك عن إيه؟ عن ربنا. تعالوا نشوف الإصحاح ده 12، هو إصحاح بيمثل بيوغرافي أو قصة يهوآش اللي هو ابن أخازيا اللي هو كان لي أم مش من عثلية ديت واتربى كويس. ده غير ياهو اللي اتقتل في مملكة إسرائيل. في السنة السابعة لياهو، ياهو ده ملك بتاع إسرائيل. أنا وزعت لكم زمان نبذة فيها مقارنة بين ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، فبفكر إن إحنا بعد ما نخلص ملوك الثاني ناخد فيها مرة عشان الصورة تبقى واضحة في ذهنكم. وفي تشارت بيلخص كل أنبياء العهد القديم وملوك المملكتين في صفحة واحدة، فده برضو ممكن نبقى ناخده كده ندرسه علشان الفترة دي تبقى واضحة في ذهننا، لأن الأسامي متشابهة كتير وطبيعي إحنا بننسى. إحنا قلنا القاعدة إنه دايما بيأرخ لكل مملكة بملك المملكة الثانية. ياهو كان بيملك على إسرائيل، فبيقول في السنة السابعة لياهو ملك يهوآش. بعد 7 سنين من ملك ياهو، يهوآش ملك. ملك فاكرين مرة فاتت كان عنده كم سنة؟ 7 سنين. كان عنده 7 سنين. طبعا كسبع سنين يبقى أكيد الواصي عليه كان يهوداع اللي هو رئيس الكهنة. ملك 40 سنة في أورشليم. طبعا دي بركة كبيرة إن ربنا يديله كل الوقت دوت إن هو يبقى إيه ملك. بس دي أنا عايز أقول لكم عليها حاجة برضو، ده برضو another challenge. عبارة عن ليه؟ لأن أحيانا الواحد لما بينجح في حاجة بيبتدي إيه؟ يهمل. يعني كلنا بنهتم بالإيه؟ بالبدايات، لكن كملت إزاي بعد كده؟ يقول لك خلاص ما أنا عارف أنا نجحت. طب ما هوش ده ما يهموش إنك تنجح في الأول، العبرة بالإيه؟ بالنهاية دي. والمثل البلدي البسيط يقول الجميلة للي ايه؟ للي قال على الرحى. عارفين الست اللي تقعد تعمل على الرحاية كده؟
اللي خلصت الشغل هي دي اللي تقول لها دي طحنت، لكن اللي خدت لها لفتين في الأول دي مش محسوبة عليها. فإحنا يهمنا جدا حكاية اللي إيه خلاص. فكرني بقصة أبو مقار، أما الشيطان قال له طباك يا مقارة لقد خلصت، قال له ليس بعد، ثلاث مرات، ولما روحه فصلت عن جسده قال له الآن بنعمة الله إيه خلصت. أنا مش بصعب الدنيا، بس إحنا عاملين زي عسكري في معركة. ما ينفعش عسكري في معركة هزم عدوه مرة إن هو بعد كده يروح إيه يقولك ليتس باري بقى ونضحك ونلعب ونهيص عيضيع. ملك 40 سنة في أورشليم، ودي اللي هي العاصمة بتاعت داود، واسم أمه ظبية من بئر سبح. حلو إن هو بيذكر اسم أمه، وده دليل على إن أمه كان ليها إيه دور في حياته، وده نوع من التكريم من الكتاب المقدس لهذه المرأة. طبعا اللي كان ليها دور كمان عمته اللي هي أخت أبوه، أخت أخازية، اللي خدته وخبته وأنقذته من الموت. وعمل إياه وآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه ياهو داع الكاهن. طبعا ده قول لطيف جدا وشهادة جميلة جدا، بتفكرني بشهادة الكتاب المقدس لزكريا الكاهن. بس خلي بالكوا هنا في فترة زمنية، عمل كل ما هو مستقيم في عيني الرب إمتى؟ في أيام يهوداع الكاهن. يهوداع الكاهن أو رئيس الكهنة ده كان من الناس المعمرين في الوقت ده، ربنا إداله يعيش 130 سنة. يعني في الفترة دي أو الفترة ما بعد الخروج ما عاش زيه غير عمرام ابن أبو موسى وهارون، عاش 137 سنة، لكن الباقيين كلهم شفتوا كانوا بيموتوا 60 و40 وحاجات كده. فهنا الآية دي بتقسم لنا حياة يهوآش إلى قسمين، قسم أثناء حياة يهويداع وقسم بعد يهويداع. وده طبعا واضح ان القسم اللي بعد يهوداع ما بينطبقش عليه نفس الصفات اللي في ايام يهوداع. ودي بتمثل لنا حاجه موجوده في الكنيسه بنشوفها، هي ايه؟ هي ان الواحد يكون حياته الروحيه مرتبطه بشخص معين. طول ما الشخص ده بيقودك في حياتك الروحيه انت ايه ماشي. لو انت انفصلت عنه لأي سبب من الأسباب، ممكن يتنيح، يبقى خادم وراح كنيسة تانية، ككاهن، أي سبب، أنت اتنقلت في حتة تانية، تبص تلاقي حياة الإنسان ده يجرى لها إيه؟ تضيع. عارفين عامل زي إيه؟ أنتوا عارفين القطر بيمشي إزاي؟ الجرار قدام وكل اللي وراه دولت إيه؟ عربيات. لو هو ما جرهمش يعملوا إيه؟ يقف. أهو في حياة ناس حياتها الروحية كده، لازم يرتبطوا بإيه؟ بجو روحي معين. الكلام ده مش وحش بس مش على طول. يعني عارفين زي إيه؟ زي إيه؟ يعني المفروض إن الناس تبقى في حياتك النوعية دي تبقى زي الدينامو اللي في العربية أو الستارتر. الستارتر يديك الإيه؟ الفيرست بوش. يعني إحنا كخدام مثلا، أنا أفرح إن الناس بخدمهم يبقوا كهنة ويبقوا رهبان، وياريت يبقوا أسقفة، وياريت يبقى منهم بطرك. ليه؟ ده معناها ان هو ايه؟ انت شديته وهو دلوقتي ايه؟ سبقك، بقى حاجة كويسة، حاجة حلوة. فدي نقطة حلوة في حياة الإنسان الروحية لازم يخلي باله منها. علامة الصحة الروحية ان الإنسان يتحول في خلال حياة التوبة لكارز. يعني شوف انا بقول لكم التوبة مستمرة لكن لا يستطيع ان هو ياخد المسيح ويخليه لوحده. يهوداع ربى يهوآش تربيه كويسه جدا، لكن مشكله يهوآش ان هو كان بالظبط عامل من نوعيه الناس اللي بتتاثر بالجو اللي حواليها. احنا احيانا بنعمل كده. يعني ايه؟ تلاقي مثلا جينا الكنيسه، يا سلام على التقوى والبر والصلاه وحاجه جميله جدا، طلع بره مع واحد قال له تعالى بقى ما نشرب لنا حاجه كده نعدل دماغنا، ما فيش مانع. يعرف اللي هو ايه؟ بيتلون على ايه؟ بياخد. طب انت من جواك ايه؟ ما هو اللي انت هتتحاسب عليه مش بس اللي براك، اللي هتحاسب عليه هو ايه؟ هو
اللي جواك. فدي نقطة مهمة نخلي بالنا منها، إن إحنا نكون ثابتين في المسيح مش في شخص. الشخص بيربطنا بالمسيح، لكن في النهاية صحة حياتي الروحية هو في ارتباطي إيه؟ بالمسيح. لأن المسيح لا يموت، المسيح دائما موجود، المسيح دائما هو عريس أي كنيسة. يعني أنا أخش الكنيسة دي، يعني أنا بنقابلها أحيانا في المهجر هنا، وأنا شفتها زمان في دبي. في مصر الناس بتطلع في نفس الكنيسة بنفس الجو وكل حاجة زي بعض، هو ده اللي تعلموه. لكن لما بنيجي في مهجر هنا مثلا، أو كنا أيام دبي، تبص تلاقي مثلا واحد جاي من اسكندرية، يبقى الكاهن مفروض يبقى أبونا بشوي كامل. لو أنت ما بتتعملش زي أبونا بشوي كامل، أنت واحد جاي لك مثلا من أسوان تبقى زي أبونا عبد المسيح الأقصري، لو أنت زيه تبقى تمام، مش زيه فالحقيقة بنبقى يعني مش عارف ترضي مين. يعني واحد يقول لك الوعظ، واحد يقول لك التسبيحة، واحد يقول لك الألحان والقداس. في النهاية كل ده أسر نظر، سامحوني. ليه؟ لأن كل دي طرق توصلني لمين؟ للمسيح. كل ده يوصلني للمسيح. فلو أنا ما وصلتش للمسيح ووقفت عند الشخص، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه مشكلة هنا، يبقى أنا فيه مشكلة، لسه ما وقفتش. أنا عامل زي تكعيبة، عامل زي شجرة العنب، دايما عايز تكعيبة عشان إيه؟ السند عليها. حلو في بداية حياتك الروحية، لكن ما تمشيش على كده على طول. يقول عمل المستقيم كل أيام يهداع الكاهن، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يذالون يسبحون ويقودون على المرتفعات. إيه الموضوع المرتفعات ده؟ مفروض أن كل الذبائح والتقدمات تكون فين؟ في الهيكل، فيش حاجة برا الهيكل. بس جه أول واحد عمل القصة دي سليمان، بنى للناس مرتفعات برا بيقدموا عليها ذبائح لربنا. لمين؟ لربنا، ويوقدوا عليها ربنا، بينما ربنا عايز الذبائح كلها تبقى إيه؟ ده في العرف الآبائي يقولك ده خلاف طقسي. زي مثلا أنا أقولك القداس يبقى في الكنيسة بس، يجي واحد يروح واخد مكان ويقولك لا احنا هنعمل القداس هنا. طب ليه؟ طب ما في كنيسة، ده مش في كنيسة، ده في كنايس، واخد بالك؟ فسليمان أول واحد عمل القصة دي. جه راح بعام بعديه ابنه، مش عمل كده بقى، لا ده قدم للأصنام على المرتفعات ديت. يبقى الأصنام دي بقى، يبقى المرتفعات دي بقت مش بتستخدم لعبادة الله، دي بقت بتستخدم لعبادة إيه؟ الأوثان. وهنا طبعا ده الإيه؟ الحاجة الصعبة جدا، يعني لأن هو دي طريقة الشيطان. يعني الشيطان ما يجيش لواحد يقول له اسرق، يقول له أنت حاسس كده من معكش فلوس، طب ما تعمل الحاجة الفلانية، والحاجة الفلانية دي شكلها مش إيه؟ مش وحش قوي. بعد شوية هو يركز على الفلوس، يقول له طب ما تسرق بقى، تبص تلاقيه عمل إيه؟ سرق. الشيطان ما يخش لكش من النهاية، يبتدي لك بالإيه؟ حتى حتى، باله طويل قوي، خبيث. فالمرتفعات ديت لم تنزع، على الرغم من أن في بداية حكمه لمدة طويلة كان يهوداع رئيس الكهنة هو اللي بيقوده، وكان مفروض أن يهوداع يشيلها. طب ليه ما شالوهاش؟ الحقيقة لأكثر من سبب. السبب الأولاني أن الهيكل كانت حالته اتدهورت، وأصبح الناس بعاد عنه، وأصبح الهيكل غير مهيأ للعبادة بشكل كل، يعني كل الناس تيجي تعبد فيه. فيهوداع ممكن كان فوت دي على أساس أن ده يبقى مكان إيه؟ مساعد. الحاجة التانية بيقولوا أن يهوداع ممكن يكون خاف يضغط على الناس قوي، هو قال لهم مفيش بعل، يعني هو راح ده بقى قتل النبي بتاع البعل وهدوا البعل خالص، لأن البعل عبادة أوثان. لكن فوتوا حكاية إيه؟ أن ممكن يذبحوا ويقدموا ذبائح لربنا ومحرقات فين؟ بره الهيكل. فدي ودي كان نوع من التدرج مع الشعب، فدي يعني ممكن تكون مقبولة. لكن الموضوع استمر زي ما أنا بقول لكم كده، يجي واحد يقدم عليها عبادة الأوثان، يجي واحد يمنحها. اللي هد المرتفعات حزقية الملك، فاكرين حزقية اللي ربنا طول عمره ده 15 سنة، ده اللي هد المرتفعات، مش
يهوآش، بس منسى ابنه بناها تاني. واخدين بالكم؟ اللي قضى على المرتفعات في المملكة الجنوبية هو يوشيا الملك، يسموه الملك الصالح. ده عمل لهم ايه بقى؟ هد المرتفعات وجاب عظام أموات وحطها في الأماكن بتاعها. في عرف اليهودي عظام الأموات دي ايه؟ ناجسة، فما يقدرش يقدم أي نوع من الذبيحة على مكان ايه؟ نجس. فده اللي أنهى على موضوع المرتفعات في إسرائيل. الموضوع الثاني هنا اللي هو إعادة ترميم الهيكل. وقال يهوآش للكهنة، يهوآش جه جاب الكهنة وقال لهم إيه؟ جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب. إيه ده؟ كم نوع من الفضة؟ 3. أول حاجة بيقول لهم فضة الأقداس. إيه هي فضة الأقداس دي؟ واحد عليه ذبيحة ومش قادر يقدم الذبيحة، فيجي يقول لك أنا هدفع إيه؟ تمنها فضة. زمان ما كانش فيه عملة، بس كان فيه وزنات من المادة، فيقول لك دي وزنة ذهب، دي وزنة فضة، وهكذا. أو الشاقل، ده اللي كان بعد كده. فهو جاي قال لهم 3 أنواع من الفضة اللي بتخش الهيكل، اللي هي الأقداس اللي هي بدل الذبائح، دي يسموها فضة الأقداس. تاني حاجة الفضة الرائجة. إيه الفضة الرائجة دي؟ الفضة الرائجة دي عبارة عن إن كان كل واحد بالغ من الولاد 20 سنة كان لازم يقدم نص شاقل فضة كل سنة. بسيطة مش كده؟ نص شاقل كل سنة. فكانوا كل الفضة دي بإيه؟ بيجمعوها. وبعد كده قتلت النوع اللي هو الحاجات اللي الناس عايزة تقدمها، ما يخطر ببال إنسان أن يدخلها بيت الرب، اللي هي التبرعات، يعني حاجة إيه؟ over and above يعني. يبقى اللي بتتقدم بدل الذبائح، اللي بتتقدم عن النفوس، يسموها الرائجة أو بتاعة النفوس، حسب النفوس دي المقومة اللي هي متقدر سنها. وتالت حاجة التبرعات، ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه. قبل كده ما كانش النظام كده، كان في حاجة تخش الهيكل وفي حاجات بخاصة باللويين والكهنة. ده لما لقى الهيكل كده، فإيه هو قال لك الجماعة دولت هما اللي بيخدموا، فنخليهم ياخدوا كل الإيه؟ كل الفضة. طب بعدين؟ ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت، كل ما وجد فيه متهدما. يعني انتوا تاخدوا كل الفلوس اللي داخل الهيكل، واي حاجة شايفينها في الهيكل متهدمة ارجعوا ايه؟ طبعا 7 سنين بتوع عثلية دولت كان بتحاول تدمر الهيكل تماما يعني. صبر عليهم قد ايه؟ 23 سنة. هو وقع الكهنة في قصة المال، وقع الكهنة في قصة الايه؟ المال. لان هو قال لهم ايه؟ خدوا انتوا الفلوس دي وانتوا ايه؟ مش حتى حط لهم نظام، لا، كل واحد ايه؟ شايف حاجة متهددة يعملها. ما ينفعش النظام دوت. ليه؟ لان الانسان بيتحارب بالمال في اي وضع. ليه؟ انت بتبتدي في علاقتك بالمال بالاساسيات، وبعد ما تمتلئ بالاساسيات تتحول الى الكماليات، وعندما تصل إلى الكماليات تتحول الكماليات إلى أساسيات. أخذين بالكم من الدائرة اللي أنا بمشيكم فيها دي؟ الأول إيه؟ إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. لكن بعد شوية، طب ما في فلوس، يبقى القوت ده لازم يبقى قوت إيه؟ معين، حاجة حلوة كده. وبعدين أنا اتعودت عليه، فبقى ده هو الإيه؟ الأساس. تتحول الكماليات إلى أساسيات. يبقى إن شاء الله إمتى هيبنوا الهيكل؟ مش هتبني. دخلهم في تجربة الإيه؟ المال. هنا المشكلة حاجتين: عدم نظام، عدم وجود نظام، مينفعش حاجة اسمها كل واحد ياخد. ده فكرني الموضوع دوت بأسقف كان يشغل الكهنة إزاي. تروح تجيب عربية رمل، تجيب عربية أسمنت، فكانت في قرية من قرى مصر يعني، فيدلهم علاوة عليها. مينفعش الكلام دوت. اللي عايز يتبرع بيتبرع، ابونا ما لهوش دخل في القصه ديت. ابونا ممكن يشجع الناس تتبرع بس ما ياخدش نسبه يعني.
يعني ما ياخدش نسبة على الشغل بتاعه يعني. طبعا دي طرق يعني عالمية شوية. ففي قصص للأسف كتيرة من النوعية ديت، لأن تجربة المال تجربة صعبة يعني، محبة الغنى تجربة صعبة. فهو دخلهم قعد قد إيه؟ 23 سنة للملك يهواش. يعني لما بقوا عنده كم سنة؟ 30 سنة. مش هو ملك وعنده 7؟ صبر عليهم 23 سنة إن حاجة تترمم في الهيكل؟ مفيش. لم تكن الكهنة رمموا ما تهدب من البيت، فدعا الملك يهواش يهويداع الكاهن والكهنة. حلوة أوي الغيرة اللي عنده دي على البيت ربنا. وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم، بل اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على أن لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. واضح أنهم ما كانوش مغلوبين قوي بقضية محبة المال، لكن كان بالأكثر النظام هو اللي إيه؟ اللي مش مخليهم يعملوا حاجة. لأن برضو هنا في نقطة مهمة في الأمور المالية، الناس لما بتشوف حاجة بتتعمل بتتشجع، تحس طبيعي أن في وصية بتقول هاتوا العشور وجربوني، بس مش كل الناس بينفذوها كده. في ناس بتستنى لما يكون في حاجة بتتعمل في الكنيسة كبيرة ومشروع ومش عارف إيه وقصص كده، وتلاقيهم يتحمسوا أن هم إيه يشتركوا. غير كده يقول لك لا أنا بودي فلوسي هنا بودي فلوسي هناك مش عارف إيه كلام زي كده. فواضح هنا أن من عدم وجود نظام، عدم إعلان الملك على أن في مشروع لإعادة الهيكل إلى رونقه. وعلى فكرة زمان قبل القصة دي كان ترميم الهيكل مسؤولية الملك، يعني كانت دي حاجة يعني سليمان لم الدنيا كلها وبنى كل ده، وقبليه داود جمع حاجات كتير جدا. فحكاية أن هو يدي المسؤولية دي للكهنة، يعني هو طبعا ما كانش موفق في هذا الاختيار، لكن يؤخذ يعطى ليه أنه هو مهتم جدا ببناء بيت ربنا. ودي التأمل الروحي اللي فيها، أن أنت لابد أن أنت تبني ما تهدم من هيكل الله الذي في داخلك. يعني كل واحد فينا لما الشيطان كده يروح هتطلب وقعتين سود في قلبه من غضب من شهوة من خصام من كراهية من أي حاجة، تأكد كده أن أنت إيه بترمم هذا بحب إلهي متجدد. قال لهم أنتم ما تاخدوش فضة، اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على لا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. شيل الداخل وشيل الإيه؟ المسؤولية. مش عايزين إحنا ناخد المسؤولية ديت. فأخذ يهوداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه. شفتوا بقى زي ما قلت لكم قبل كده مين اخترع الطرف الثالث المجهول؟ أهو النهاردة بتشوفوا مين اللي اخترع حكاية الصناديق. يهوداع رئيس الكهنة ده هو اللي راح جاب صندوق وإيه وخرمه في غطائه، وجعله بجانب المسبح عن اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب. والكهنة حارسوا الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. وكان لما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق أنه صعد كاتب الملك والكاهن العظيم، وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب. شيء هنا بقى ابتدى يشوفوا من أول بتاعها كل واحد يا جماعة اللي يلموا يلموا جدعان ابنه. لإيه؟ لأن بقى فيه دلوقتي صندوق وليه مكان ثابت، وأصبحت فيه زي لجنة مالية من الملك بتمثلها كاتب الملك ورئيس الكهنة، هم اللي يفتحوا ويجردوا ويعملوا حسابات وعارفين إيه اللي دخل. النظام بيفكرني ده بمعجزة الخمس خبزات والسمكتين، وإحنا كمان حياتنا كده. المثل بتاع أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ده إحنا ما بنمشيش عليه، لأن ربنا بيدينا حكمة إن إحنا نحط الحاجة بنظام. فقال لهم اجلسوهم فرقا فرقا 50-50. فهم هنا ابتدى يبقى في نظام، الشعب حس بالموضوع، مش مجرد انه بيدي فلوس لإيه؟ لكاهن. لا، ده في مشروع بيتعمل وفي شغل هيتعمل كلنا لازم إيه نشترك فيه. ودفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عاملي الشغل الموكلين على بيت الرب. ابتدوا يدوا الفلوس ديت للناس العمال اللي بيشتغلوا.
وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب ولبانئي الحيطان ونحات الحجارة ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب ولكل ما ينفق على البيت لترميمه. لو أنا خرجت عن حيز الفلوس شوية وفكرت هنا إن الحاجة دي هي قدرات هي إمكانيات، أقول إن أنا النهاردة محتاج إن أنا أستخدم قدراتي لإعادة بناء هيكل الله في داخلي. يعني أستخدم وقتي، يبقى عندي وقت للصلاة، وقت للتأمل، وقت للخلوة، وقت لقراية الكتاب المقدس، أستخدم طاقتي في المطنيات، لو بعمل مطنيات أستخدم طاقتي في الصلاة، بحيث إن أنا أرجع أبني هذا الإيه؟ هذا البناء. كان اهتمامهم الأول هو إعادة البناء قبل ما يهتموا بالشكل الجمالي اللي اهتم به سليمان من ناحية الأدوات. فقال إلا أنه لم يعمل لبيت الرب تصوص اللي هي الأواني الكبيرة، فضة ولا مقصات ولا مناضح ولا أبواق. كل الحاجات اللي كان سليمان عملها ذهب وفضة دي هم ما خدوش أي فضة يحطوها فيه، وده إن هم بدين بداية بسيطة من أجل المبنى نفسه. كل آنية الذهب وآنية الفضة من الفضة الداخلة إلى بيت الرب. بعد ما خلصوا كل المباني ابتدوا يجمعوا الفضة دي علشان يعملوا بيها بعد كده. كانوا يدفعونها لعملي الشغل فكانوا يرممون بها بيت الرب، ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعملي الشغل لأنهم كانوا يعملون بأمانة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو على الرغم أنه عمل نظام للإن، لكن هو عشان الناس كانت بتشتغل بأمانة كان بيدي كل واحد حسب إيه ما بيطلب. ما كانش عنده نظام إن هو بيحاسب الناس أنت عملت إيه وما عملتش إيه وهتاخد إيه ومش هتاخد إيه. وأما فضة ذبيحة الاسم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب بل كانت للكهنة. يبقى هنا هو منعهم ياخدوا ثلاث أنواع من الفضة، لكن فضة ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية اللي كانت بتتقدم مع الذبيحة ديت أو اللي كانت بتتقدم بدل حيوانات متقدمة لذبيحة الاسم وذبيحة الخطية دول كانوا بيروحوا لإيه؟ للكهنة. هنا طبعا معناها إن كده الهيكل ابتدى يرجع إيه تاني، يعني بمعنى إيه؟ إن هو ابتدى يرمم كل الحاجات اللي في الهيكل وابتدى الكهنة يبقى عندهم دخل من الفضة ديت، فابتدت الحياة تعود إلى الهيكل تاني. هل عدو الخير هيسيب كده المملكة دي وحلوين كده والهيكل يتفتح والكلام ده؟ لا طبعا. حينئذ صعد حذائيل ملك أرام. تخيلوا ملك أرام ده سوريا فوق، احنا بنتكلم دلوقتي كله على المملكة الجنوبية تحت. صعد وحارب جت دي تحت. جت دي من الخمس مدن الكبار بتوع الفلسطينيين، وكان منها جليات. فراح هو نزل من فوق ونزل لغاية جدي واستولى عليها. لما تقرأ في الكتاب المقدس تلاقي جدي كانت مدينة شوية مع سبط يهوذا وشوية مع الفلسطينيين، فنزل وأخذها. ثم حول حذائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم، وهو طالع من تحت كده هيعدي على فين؟ على أورشليم. فأخذ ياهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخذية أباؤه ملوك يهوذا. أقداس يعني إيه؟ يعني زي أوقاف. جابوا ذهب وجابوا فضة وقالوا دي واقفة على إيه؟ على الهيكل. هنا هيبتدي يغلط يهوآش، هيبتدي يحل مشاكله بدماغه من غير يهوداع. واضح إن يهوداع هنا كان إيه؟ كان مات. أخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخذي أباء ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حذائيل ملك أرام فصعد عن أورشليم. ده اسمه اللجوء للحلول الإيه؟ البشرية. يعني أنت النهاردة عندك مشكلة إن في ملك جاي حربك. طب الملوك قبل كده لما كان يجي ملك يحاربهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيلجأوا لله. كانوا يلجأوا ايه؟ لله. ده لجأ للحلول البشريه.
دي أول غلطة وقع فيها يهوش. وإحنا كتير بنعمل كده. إحنا ما بنجيش لربنا غير لما نوصل لإيه؟ للهزيع الأربعة ونص. هو في الهزيع الرابع ده آخر حاجة. بس إحنا بنستنى لغاية إيه؟ أربعة يعني خلاص ما فيش. فنقول إيه؟ يا رب. فأول غلطة ليهوش إن هو حل مشكلته بدماغه بدون الرجوع لإيه؟ لربنا. بينما إحنا يا ما درسنا تهديدات ربنا أنقذهم فيها بصور معجزية، هما أنت تبقى داخل في مشكلة ومش عارف تتحل إزاي، وتلاقي ربنا يا هوديتني مثلا، شوف لما أنقذتهم إزاي. هل القصة بتاعت يا هوديت دي لو اديناها لأي رجل جيش ورجل حرب يصدق القصة دي؟ ما يصدقهاش. لكن أنا هقول هذه يد الله. فربنا كتير بيتدخل في حياتنا بطريقة إحنا ما نعرفش يعني نفكر فيها وما نتوقعهاش، بس إحنا بنحب نحل مشاكلنا بإيه؟ بدماغنا. النقطة التانية اللي وقع فيها اللي برضو غلط هي إيه؟ أنت تملك مقتنياتك كملك، لكن هل أنت ليك حكم على الذهب والأقداس بتاعة بيت الرب؟ لا، واخد بالك؟ هو مش من حقه أن هو يروح ياخد كل دي ويديها لإيه؟ لحد. هو طبعا بررها لنفسه، ودي المشكلة الثالثة. يعني أول مشكلة الحل البشري، تاني مشكلة استخدام ريسورسز مش بتاعته بتاعت ربنا، تالت حاجة هو عنصر التبرير. طالما أنا ححمي الهيكل من حزائيل يبقى يلا إيه نتصرف في الذهب بتاع الهيكل وفي حاجات الهيكل. لكن الآباء يقولوا حاجة لطيفة، يقولوا إن من أجل حياة البر اللي عاشها يواش كل ده، ربنا خلى حزائيل يقبل منه هذا الأمر. ليه؟ لو أنا جاي بقولك أنا هديك كل الفلوس اللي عندي بس تسيبني، إيه المشكلة إنه ياخد الفلوس وبعد كده إيه؟ يحاربه. وده اللي الشيطان بيعمله. الفلوس هنا هي إيه؟ هي طاقاتك، هي قدراتك. يعني الشيطان يجي يقولك إيه؟ أنا حسقتك في الخطية، تقول له طب خلاص أنا مش حصوم مش حصلي، خد كل الطاقات بتاعتي اللي أنا بقدمها لربنا دي وانت خدها اتمتع بيها بس ارضى عني. انتوا عارفين انا حكيت لكم قبل كده عبادة الشيطان اساسا قايمه على الفكر ده، اللي هو ايه؟ الشيطان بيحاربنا عشان احنا بنقول عليه انه وحش. طب ما احنا نتصاحب عليه عشان ما يحاربناش. طب تتصاحبوا عليه ازاي؟ تنهم يتصاحبوا شويه شويه يطيعوه مش عارف لغايه اما ايه عبدوه، لغايه اما عبدوه. ليه؟ عشان ليه نعادي الشيطان؟ ليه تعادي الشيطان؟ طب ما هو عايز يضيع ابديتك. احنا بنعمل زي يهوآش دوت، بناخد طاقتنا اللي ربنا ادهلنا من اجل خلاص انفسنا، وناخد ذهب مقدسات الهيكل اللي هي قلبي وحياتي وفكري وجسدي وكل ما لي، وادفعها للشيطان عشان ايه؟ يرضى عني او ما يحاربنيش. وانا بسمعها صدقوني يجي واحد يقول لك بص يا ابونا بقى انا اقول لك من الاخر، يعني ايه يا ابني؟ انا لما باجي الكنيسه وبصوم واصلي تحصل لي مشاكل، لما بطل الحاجات ديت تحصل ليش مشاكل، ايه رايك بقى؟ ايه رايك بقى ده انت يعني لازم تمسك في ربنا وتقول له اسندني فاخلص، حتى لو قام عليك جيش انت تنتصر عليه. تدوسون الحياه والايه والعقارب، واثقين ان اللي معانا اكتر من اللي ايه من اللي علينا. لكن هو غلط الغلطه ديت، وطبعا دي كانت نقطه وحشه جدا في حقه وفي تاريخه. وبقيه امور يؤاش وكل ما عمل، اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا؟ مش ده سفر اخبار الايام الجاي، ده زي كتاب دوكيومنتري بيحمل تاريخ الملوك دولت، هيستوري بوك يعني. لكن المشكلة إن هذا الإنسان بعد ما خد كل الحاجات وضيعها ويهوداع مات، فقد السند بتاعه. ولما فقد السند بتاعه ابتدى يغلط، مش يغلط في حق ربنا بس، ولكن حتى في إدارة الإيه؟ المملكة. هو إنسان ضعيف، ودي نقطة إحنا كتير بنقع فيها. احيانا نفتكر ان اولاد ربنا ضعفة. يا ابونا ده هو بيقول ايها القطيع الايه الصغير، لكن طب فين يرعى الذئب مع الحمل؟
نحطها فين؟ ها؟ ونحط فين اللي يقوم عليك تحكم عليه؟ ولاد ربنا أقوية، ولاد ربنا أقوية، لكن أحيانا إحنا بنستلين، بنحب نحس إن إحنا إيه؟ ضعفة. قام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاش في بيت القلعة. بيت القلعة ده كان بيت أسسه سليمان، وده في منطقة اسمها ساليدي. فراح اتنين من عبيده وهو في بيت القلعة ده، قاموا عليه وقتلوه. تاريخيا مش معروف ايه السبب الأساسي في قتل يهوآش، لكن صعب طبعا ان واحد يقعد 40 سنة ملك وبعد كده ينتهي النهاية الايه الصعبة دي. لكن يقال ان هو كان ضعف وكانت الأمور ابتدت تتأزم في المملكة، فهم حبوا يخلصوا منه ويجيبوا واحد أصغر منه. على الرغم ان هو يهوداع عاش 130 سنة، لكن هذا الإنسان عاش كم سنة؟ 47 سنة. الاثنين اللي قتلوه دولت لأن يوذاكار ابن شمعة ويهوذبات ابن شمير عبديه ضرباه فمات. دولت اثنين من ايه؟ من عبيده. ولما العبد يقتل سيده ده دليل على ان هذا السيد سيد بالاسم فقط، ليس له ايه قوة وليس له ايه سلطة. فين هذا الانسان من داود اللي ايه يعني شفناه في قوته قد ايه. الشيء الثاني اللي تعاقب به هذا الانسان غير موضوع القتل ده، في حكاية الدفنة بتاعته. فدفنوه مع ابائه في مدينة داود، بينما كان في مدافن خاصة بالايه بالملوك، يعني الملوك ليهم مدافن، لكن هم اكتفوا ان هم بس يدفنوه في مدينة داود. وده دليل على ان هو كان فقد سلطته وهبته وقدرته قدامه. اللي جه بعد كده هو أمصية ابنه عوضا عنه، ابتدى يملك عوضا عنه. فواضح هنا ان كونهم يجيبوا ابنه يملكوه بعديه، يبقى هم ما كانوش طمعانين في ايه؟ في حكم. هم ما كانوش طمعانين في حكم، لكن هم كانوا عايزين يخلصوا من انسان ضعيف متردد ما يقدرش ان هو يقود. فكانت الحكاية اللي هم ايه عملوها ديت. مع هذا يؤاش يعتبر من الملوك الكويسين مش وحشين، بس كل الحسنات اللي في حياة يؤاش هي راجعة لتلمسته لإيه لهيداع. لكن للأسف لما هو ابتدى ياخد قرارات، بدد كل أموال المملكة، ما اتكلش على الله. وده يوري لك الأسلوب بتاعه، يعني الأسلوب بتاعه أنه هو بدل لما يجي في مشكلة، احنا عايز نطلع من الإصحاح ده بالتدريب ده، يعني أما يجي في أي ظرف عايز أفكر في حاجة، اتحطيت في موقف، عايزك أول حاجة تفكر فيها هو إيه؟ علمني يا رب ما يجب أن إيه؟ أن أفعل. قل لي يا رب أعمل إيه؟ ارشدني ارشدني قبل ما إيه؟ أقول لا دي سهلة وأضطر أنا إيه أعملها. لأن التصرف بتاعه ده أكيد أغضب كل الكهنة منه. الحاجة اللي مش جاتش في الإصحاح ده، ويمكن أنتوا شايفين ليه ربنا سمح بأنهم يقتلوه القصة ديت، إن هو قتل زكريا الكاهن ابن يهوداع. إيه اللي حصل؟ بعد موت يهوداع ابتدى الناس اللي هم بيميلوا للبعل والمرتفعات والكلام ده كله ابتدوا ايه يحاولوا ينشطوا تاني. للأسف هم مش بس نشطوا، ده هم خلوا يهوآش يعني اي حد يجره في اي اتجاه ايه يمشي معاه. فخلوا يهوآش يبتدي يمشي معهم. ما فيش دليل قوي ان هو عبد اصنام ولا عبد بعل، لكن المملكة رجع فيها شوية عبادة ايه أوثان. فراح زكريا اللي هو رئيس الكهنة بعد أبو يهوداع بيقول له أن لا يليق هذا، ما ينفعش أن أنت بعد ما رممت الهيكل وعملت كل الشغل ده تعملوا حاجة زي كده. فراح أمر الجند بتاعه أن هم يعملوا إيه؟ يقتلوه. وقتلوه فين؟ في بيت ربنا. وفي بعض أباء بيقولوا أن ده زكريا ده هو اللي أشار لي السيد المسيح أنه قال لهم قتلتوا بين الهيكل والإيه؟ والمذبح، أنه هو ده، لأن ده كان رئيس كهنة وتقتل جوه بيت ربنا.
وده يوريكوا الفرق الرهيب بين يهوداع ويهوآش. يعني يهوداع رتب كل حاجة وكان لابد ان هو يخلص على ملك عثلية ما موتهاش في الهيكل. قال لهم تاخدوها ايه بره، لان هو يعلم قداسة الهيكل، يعلم ان ده مخوف، ده بيت ربنا. بينما التاني قتل رئيس الكهنة في بيت ربنا. يعني شوفوا انا بوريكم قد ايه الفرق. وطبعا دي نقطة تانية هاخدها على يعني تتعجب فيها، ان واحد زي ده عاش سنين عمره معظمها بإرشاد من يهوداع الكاهن، ولكن حرية الإرادة وحرب الشيطان على الإنسان بتخليه يعمل حاجات مش متوقعة. يعني ده كان مفروض ان تربى في الهيكل من وهو عنده سنة، ويهوداع كان مشرف عليه مدة كبيرة، ومع هذا لما يهوداع مات وابتدى الناس تأثر عليه ابتدى قتل زكريا وسمح بعبادة أوثان وسلم الهيكل، سلم الذهب والمقدسات بتاعت الهيكل لإيه؟ لحزائيل. فاستحق إنه هو إيه؟ يقتل بإيدين الخدمين بتوعه. فدي تخليني أرجع للبداية بتاعتي اللي قلتها لكم، تمموا خلاصكم بخوف وإيه؟ ورعدة. حلو إن الإنسان يراجع نفسه كل شوية كده ويشوف نفسه ماشي في طريق ربنا وثابت ولا لا. ربنا يحافظ عليك وله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. في أي أسئلة في الكلام ده؟ مين؟ حيجي حيجي. ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية. حسب ايه الذبيحة المفروض تتقدم؟ يعني رئيس الكهنة والملك بيقدموا عجل، الأصغر بيقدموا تيس، لا واحد من الناس ممكن تبقى حاجة صغيرة، حاجات مش كتيرة يعني مش كبيرة. لأن الهيكل اتعطل فترة كبيرة، الهيكل اتعطل فترة كبيرة، فكانت النتيجة إن هم اضطروا يعملوا حاجات كتيرة مش زي ما ربنا سلمها لهم. ده أنا هقول لك حاجة تانية، يعني مثلا موسى لما ربنا طلعه علشان يخلص شعبه وكان ابنه مختتنش كان حيموت صح؟ الشعب قعد الأربعين سنة في البرية ديت معظم الوقت ما بيختتنوش خالص، فكان النتيجة إن هم بيعيشوا في ظروف صعبة أو دور الهيكل ضعف جدا وأصبح في عبادة بعل في أورشليم، ده خلاهم إن هم ممكن يقبلوا حاجات. يعني ما تفكرش بالمنطق المطلق في كل الظروف التاريخية، ده الأعياد نفسها. أنتوا لو يعني في حاجة لطيفة دراسة لو أنت تحب تشتغل فيها اسمها التسليم الكتابي للأعياد والممارسات ومقارنتها بالواقع العملي من خلال تاريخ شعب الله، هتلاقي ان في فترات زمنيه ما كانوش بيعملوا حاجه خالص، ويقول لك فلان ده في العصر الفلاني هو اللي رجع الاحتفال ده، هو اللي عمل ده، هو اللي عمل ده. طيب تفضلوا نصلي.